طيب أمنية، يمكن فكرة كفالة طفل في مصر لسه مش مفهوم، يعني لسه الناس مش قادرة تستوعبه قوي. دايما اللي هو بيتبنوا أو بيكفلوا طفل هو موجود في الدار لكن ما بيبقاش عايش معاهم في البيت. هل أي حد نفسه يكفل طفل يقدر يعمل الإجراءات دي، ولا في مواصفات أو شروط معينة لازم تنطبق على الأب والأم أو الشخص يعني اللي عايز يكفل الطفل؟ طبعا في شروط معينه من قبل وزاره التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه. لابد ان الاسره يتوفر فيها مقومات النضج الاجتماعي والثقافي، يكون في بيئه صحيه مناسبه للطفل، متوفر فيها العوامل الاساسيه زي التعليم والصحه والقصه دي. كمان يكون سن معين سواء للانسات يكون عدى سن ال 30، وللاسر العاديه يكون عدى سن ال 21. مع بقى استثناءات في الاسر، يعني الاسر الغير منجبه تقدر تفيد تقدم ما يفيد منع الانجاب. الاسر اللي عندها اطفال بيولوجي يكون اصغر طفل عندها عدى 3 سنين. مع بقى صحيفه حاله جنائيه مع اوراق، يعني بالفعل بتكون سهله بعد كده، ولكن دي الشروط الاساسيه اللي لازم تكون متوفره في الاسر المحتضنة.